الحركة التنقلية للموظفين بين الولايات فهي وكما قلنا في البداية تتم بصفة استثنائية جدا لسد الشغور في المناصب بعد استنفاد المنتوج التكوين التكميلي المتخصص قبل التعيين، منتوج كما قلنا المدارس العليا للأساتذة، منتوج المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بالنسبة للرتب الترقية. في حركة برونية داخل القطاع، وهدفنا وهو تمدرس وتعلم التلاميذ. دونك بالدرجة الأولى لازم نرى إلى فائدة التلاميذ أولا، ثانيا الشيء اللي هو مهم أن نأخذ كذلك بعين الاعتبار ركائن قوانين، ولو نقدروا ندقوا في هذا الشيء ونقترحوا يعني تأطير لهذه العملية ولو هي استثنائية تكون بأحسن طرق، ولكن لازم كل واحد ينظر إلى يعني لا كومبلكسيتي مسألة التسيير، ولو في قطاع التربية رحنا في يعني في ديناميكية جديدة وهي رقمنة القطاع.